عقب تكليف السيسي له محلب يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس السيسي يقبل استقالة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية السابق. جلسة للمؤتمر الوطني العام الليبي اليوم لبحث تطورات الأوضاع عقب قرار المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معتيق رئيسا للحكومة. منتصف نهار القاهرة، بانوراما إخبارية شاملة من النيل. أهلا ومرحبا بحضراتكم. نبدأ التفاصيل مع الزميلة أمل رشدي. كلف رئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تقدم في وقت سابق باستقالتها. وصرح السفير إيهاب بلوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس كلف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية الدولة للمرحلة المقبلة. كلف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة، ولكن هذه المرة من الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي. فمحلب الذي كلفه قبل ذلك الرئيس المؤقت عدلي منصور برئاسة الحكومة يميل للاستمرار في مهمته، إذ أنه أظهر جدية في العمل على الأرض طيلة الفترة القصيرة من توليه المنصب بعد حكومة الببلاوي. الاتجاه الرسمي قرر إبقاء محلب في منصبه لأنه بدأ العمل على مشاريع طويلة الأمد وفق خطط خمسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإسكان، فضلا عن امتلاكه رؤية في مجال التخطيط لإعادة بناء وترميم الاقتصاد وهياكل مؤسسات الدولة. فمحلب يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الإنشاءات، وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب الشهيرة. محلب قال إنه سيأخذ الوقت اللازم لتشكيل حكومته، لافتا إلى أن التشكيلة الجديدة تضم مجموعة خدمية واقتصادية. واعتبر أن خطاب الرئيس السيسي تطرق لبرنامج واضح لأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة. الرأي الرسمي لم يختلف كثيرا عن آراء المواطنين حول حالة الرضا عن محلب، لكن الاختلاف ربما يكمن في كيفية تحقيق المطالب الملحة التي لا تحتمل خططا طويلة الأمد. وقال محلب إن الحكومة التي قدمت استقالتها إلى السيسي في وقت سابق ستقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، التي قال إنه لم يبدأ مشاورات تشكيلها بعد. لكن مسؤولين قالوا إن من المرجح أن يحتفظ الكثير من وزراء الحكومة المستقيلة بحقائبهم الوزارية في الحكومة الجديدة، ومن بينهم وزير المالية. كانت حكومة محلب قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس المنتهي ولايته المستشار عدلي منصور في الأول من مارس الماضي، وضمت 31 وزيرا، ولم تشهد أي تعديل سوى دخول الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي. وخلال ولاية المهندس إبراهيم محلب لرئاسة مجلس الوزراء تم تحقيق إنجازات ملموسة في الشارع المصري على المستوى الداخلي والخارجي. 100 يوم أمضتها حكومة المهندس إبراهيم محلب حفلت بالعديد من الإنجازات منذ اليوم الأول، والذي أدت فيه الحكومة اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور في الأول من مارس، وضمت 31 وزيرا. يأتي في مقدمة إنجازات حكومة محلب تحقيق الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المشير عبد الفتاح السيسي دون أي شيء يعكر صفو هذه الانتخابات. حكومة محلب نجحت أيضا في استعادة دور مصر الرائد إقليميا، خاصة في علاقاتها بالقارة السمراء، حيث زار العديد من البلدان الإفريقية والتي أبدت بدورها مساندتها لموقف مصر من أزمة سد النهضة وإعادة عضويتها إلى الاتحاد الإفريقي. تحقيق الأمن والاستقرار النسبي للبلاد كان من بين إنجازات حكومة محلب، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط الكثير من العناصر والبؤر الإجرامية. على الصعيد الاقتصادي ساهمت حكومة محلب في زيادة الاحتياطي النقدي ونسبة الاستثمارات في مصر، فضلا عن تشريع بعض القوانين للتيسير على المستثمرين الأجانب. اهتمت حكومة محلب أيضا بمطالب العمال، وظهر ذلك جليا في حل مشكلة عمال غزل المحلة والاستجابة السريعة للمطالب الفئوية لبعض العمال. وفي إطار محاولتها لتحقيق العدالة الاجتماعية، نجحت حكومة محلب في إعادة دور المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تطبيق منظومة رغيف الخبز لتوفيره بصورة آدمية للمواطنين. وكان من أهم ما ميز حكومة محلب هو النزول إلى أرض الواقع
حيث كان يقوم وباقي الوزراء بجولات ميدانية مفاجئة لحل مشاكل المواطنين واتخاذ قرارات فورية. قطاع النقل شهد طفرة في عهد حكومة محلب، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط مترو الأنفاق الثالث، فضلا عن دخول أتوبيسات جديدة للخدمة، وبالإضافة لذلك تطوير المزلقانات وخطوط السكك الحديدية. وتميزت حكومة محلب بالجرأة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات المباني، خصوصا العمارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نظرة موجزة على أبرز إنجازات حكومة إبراهيم محلم في 100 يوم السابقة، والذي أعيد تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة. نتمنى له التوفيق ولمصر دائما السلامة والنجاح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ ناصر فياض، مدير تحرير جريدة الوفد والمتخصص أيضا في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير يا أستاذ ناصر أولا، وهل هناك أنباء عن الوزراء السادة الوزراء المستمرين في عملهم في الحكومة الجديدة؟ نعم، يعني في عندي حوالي من 18 ل 20 وزير مستمرين في مواقعهم. فحضرتك يعني في الوزراء المجموعة السيادية كما هي مستمرون في مواقعهم، المجموعة الاقتصادية كما هي مستمرين في مواقعهم. سوف يتم إضافة حقيبة اقتصادية جديدة إلى المجموعة الاقتصادية، هم 4 وزراء، يعني هيبقوا 5 وزراء بعد كده. الحقائب يا أستاذ أمل اللي هي موجودة ولن يطرا عليها أي تعديل: الدفاع، الداخلية، الأوقاف، التخطيط، التنمية المحلية، السياحة، البترول، الشباب والرياضة، الاتصالات، الاستثمار، مجلس النواب، الخارجية، الطيران، الإنتاج الحربي، المالية، التموين، الصحة، الإسكان، العدل. عندي وزراء حقائب وزارية يتم تغيير وزيرها، مثل الثقافة، النقل، الإسكان، الزراعة، التربية والتعليم، الكهرباء، التضامن، الري. وهذه الوزارات كان في 4 منهم في التعديل السابق كانوا مرشحين للخروج، ولكن لضيق الوقت تم استدعاء الوزراء القدامى وهم موجودون حتى الآن، وهم مرشحون للخروج. والأربعة دول حضرتك هم الثقافة، النقل، الزراعة، الري. طبعا نقدر نقول أن متوسط التعديل أقل من المتوسط، ليس تعديل محدود وليس متوسط، هو أقل من المتوسط. ودايما التعديل بيتم في المجموعة الخدمية اللي هي بتحتك بالحياة اليومية للمواطنين، زي النقل، الإسكان، الري، الزراعة، التموين وهكذا. أعتقد أن التعديل سوف يتم خلال 48 ساعة. يعني ممكن الحكومة تحلف اليمين خلال 3 أيام مثلا، الخميس القادم غالبا، لأنه هو لنا التصريح بالأمس المهندس إبراهيم محلب قال خلال يومين. فبالتالي هو الحكومة الأولى شكلها 48 ساعة اللي هي الحكومة الحالية، يعني فبالتالي هو سريع في الأداء، نشيط في العمل. هو حضر إلى مكتبه اليوم الساعة في 8 صباحا ويستمر حتى منتصف الليل. حتى الآن لم يلتقي بأحد، ولكنه يجري اتصالات هاتفية مكثفة لتحديد الشخصيات المرشحة قبل أن تحضر في لقاءات رسمية مع رئيس الوزراء. أعتقد أن اليوم بعد الظهر سوف تظهر أو تتسرب الأسماء الجديدة المرشحة للحقائب الوزارية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ناصر فياض، مدير تحرير جريدة الوفد والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية السابق، ومن بينهم السيد محمد رأفت عبد الواحد شحاتة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، والدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، والمستشار علي عوض أحمد صالح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية. كما قبل السيسي استقالة أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، والسيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، والدكتور عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة تثمن غاليا ما قدمه مستشار رئيس الجمهورية السابق من جهود خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مياه نهر النيل يجب أن تكون موضوعا للتعاون وليس للخلاف، مشيرا إلى أن الحوار البناء هو الأسلوب الأمثل لتحقيق التفاهم المشترك. وأضاف الرئيس خلال لقائه مع وزير خارجية إثيوبيا أنه لا توجد مشكلة أو تحد لا يمكن حله إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية للتعاون. كما شدد السيسي على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأن نهر النيل يمثل شريان الحياة الذي يربط الشعبين المصري والإثيوبي. استقبل وزير الخارجية نبيل فهمي مبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا ناصر القدوة، حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار هناك. ومن المقرر أن يلتقي فهمي اليوم مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ديفيد ساترفيلد الذي يزور البلاد، وذلك لبحث المستجدات على الساحة الداخلية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين إزاء سبل إنهاء الأزمة الراهنة واستعادة الهدوء في الأراضي الليبية. إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث توجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي للمشاركة في أعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثالث. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من الملفات المشتركة عربيا وأوروبيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. يشارك في الاجتماع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في جامعة الدول العربية. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية في قضية أحداث الاتحادية. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع أقوال الشهود مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتضمن ارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي وحصن بمقتضاه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، مما أدى إلى سقوط 10 قتلى وعدد كبير من المصابين بمحيط قصر الاتحادية. أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائب خيرة الشاطر ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة و28 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك في قضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة الغد. يواجه المتهمون في القضية تهما تتضمن التحريض على القتلى والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة لترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مكتب الإرشاد أثناء 30 من يونيو من العام الماضي. تستأنف محكمة جنايات أسيوط اليوم محاكمة عاصم عبد الماجد و35 آخرين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية في قضية قتل المتظاهرين في 30 من يونيو. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر وقتل 3 أشخاص من المشاركين في مظاهرات ثورة 30 من يونيو أمام ديوان محافظة أسيوط ومقاومة السلطات بالأسلحة النارية والبيضاء والشروع في قتل 50 آخرين. قال قائد سلاح الجو التابع لعملية الكرامة ببني غازي العميد صقر الجروشي إن عملية الكرامة لا تستهدف جهة بعينها غير من وصفهم بالإرهابيين في بني غازي حسب تعبيره. ونفى الجروشي أن تكون قوات تابعة لعملية الكرامة قد استهدفت مقر دار الإفتاء في طرابلس، مضيفا أنه لا يعتبر مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني خصما. في غضون ذلك شن سلاح الجو لقوات الخليفة المتقاعد خليفة حفتر غارة جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات درع ليبيا ببنغازي. رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة أحمد معيطيق غير دستوري، مؤكدا في الوقت ذاته إن القرار لن يحل الأزمة السياسية الحالية. في غضون ذلك يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة لبحث انتخاب رئيس جديد للوزراء أو الإبقاء على رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني. في إطار سعيه للتوصل لحل للأزمة الليبية في أعقاب قرار المحكمة الليبية العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معتيق رئيسا للوزراء،
يعقد البرلمان الليبي جلسة لمناقشة انتخاب رئيس جديد للوزراء أو الإبقاء على رئيس الحكومة الانتقالية.